الاهلي النهارده دايما بتعمل لكل عشاق الاهلي تغطيه خاصه ومميزه في كل الاحداث الخاصه بالنادي والفريق الاول بالذات طبعا. دلوقتي هنروح لشبكه مراسلين عشان نعرف اجواء المباراه، وبرحب بيه فاروق صلاح من فندق الاقامه، نورهان طمان من اهلي الجزيره، ومريم سميح من اهلي الشيخ زايد. نبدا بفاروق، اتفضل يا فاروق طمنا على الاجواء. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم ان شاء الله يوم مميز لفريق النادي الاهلي ولكل جماهير النادي الاهلي، يوم ان شاء الله نقول يكلل فيه الفريق النادي الاهلي بالفوز والانتصار على نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والتتويج بالاميره الافريقيه. يعني لو هقربك يا كابتن ايمن وقرب جماهير النادي الاهلي من يوم النادي الاهلي وكواليس اقامه فريق النادي الاهلي، نقدر نقول ان الجديه والالتزام التفاؤل الثقه كلها تقدر تقول اكثر من عنوان للاعبي النادي الاهلي قبل مواجهه نادي الزمالك في المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا لنهائي دوري ابطال افريقيا. يعني وسط اجواء حماسيه زي ما حضرتك سامع كابتن ايمن وكل جماهير النادي الاهلي، وسط اجواء حماسيه من اداره فندق اقامه فريق النادي الاهلي اللي كانوا حريصين ان هم يبثوا نوع من الحماس لاعبي النادي الاهلي عقب المحاضره الفنيه لفريق لمستر بيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الاهلي. يعني اجواء حماسيه ان شاء الله، يعني تكلل ان شاء الله بالفوز والانتصار. كواليس اليوم النهارده يا كابتن ايمن، ان لعيبه النادي الاهلي تناولت وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. المحاضره الفنيه المستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين كانت في تمام الساعة 5:20 انتهت في تمام الساعة 6. كان مستر بيتسو موسيماني طبعا بيدي وقت كافي للمحاضرة الفنية انه يتكلم مع اللاعبين، بيبقى شديد الحرص مستر بيتسو موسيماني ان هو يقدر يوصل اللي هو فكره وبعض يركز على بعض الجمل سواء في الكرات الثابتة او الجمل التكتيكية اللي بيعملها لاعبي النادي الاهلي، وقفات لاعبي النادي ووقفات الخطوط من الحاجات المهمة جدا وبيعلن من خلالها ايضا تشكيل اللقاء. خليني اقول لك ان التفاؤل وال الثقة اللي شايفينها في عيون لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله النهارده كلهم حاسين بالمسؤولية، حاسين بقيمة هذا اللقاء وقيمة البطولة سواء ليهم سواء للجهاز الفني سواء لمجلس الإدارة سواء للجمهور. الجميع بيسعى وراء حلم واحد وهدف واحد هو الفوز بالبطولة. من النقاط المهمة أيضا أن أطمنك كابتن أيمن على محمود كهربا وجاهزيته للقاء، وأيضا محمد هاني كواحد من اللاعبين المهمين الجاهزين لهذا اللقاء. تقدر نقول او نقول على اي 11 لاعب ان شاء الله موجود من فريق النادي الاهلي في ارض الملعب ان شاء الله النهارده قادرين على تمثيل النادي الاهلي وقادرين على تحقيق الانتصار. مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يجتمع مع افراد الجهاز الفني. طبعا مستر بيتسو موسيماني من المدربين اللي بيتناقش مع الجهاز الفني وافراد الجهاز الفني في التشكيل، يعني بيبقى في مناقشه كده على بعض اللاعبين، طب ده مين في المركز ده، يقدر يتناقش ويدي مساحه مناقشه للجهاز الفني وافراد الجهاز الفني. ايضا جلساته مع اللاعبين الجلسات الفرديه سواء على بعض المراكز جلسات مع بعض اللاعبين او ايضا الجلسات المجمعه. النهارده كان المستر بيتسو موسيماني نقدر نقول العيون كلها طبعا يعني مترقبه اللقاء والمواجهه، لكن انا عايز اطمنك على كل لعيبه النادي الاهلي، عايز اطمنك على الجاهزيه اللي عند لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. اي 11 لاعب زي ما قلنا، مستر بيتسو موسيماني وكلامه مع اللاعبين، الرسائل التحفيزيه اللي وصلت لمستر بيتسو موسيماني من جنوب افريقيا وتناول وسائل الاعلام في جنوب افريقيا للقاء، وان هم بيبثوا رسائل تحفيزيه لمستر بيتسو موسيماني. يعني معظم الصحف في جنوب افريقيا النهارده تحدثت عن أهمية اللقاء وقالت يجب على جميع الشعب في جنوب افريقيا الا يتخلفوا عن دعم ومساندة النادي الاهلي وبيتسو موسيماني في هذا اللقاء، وايضا ان بيتسو موسيماني على موعد مع التاريخ مع النادي الاهلي. ان شاء الله اتحقق اليوم، وان شاء الله النادي الاهلي يكلل بالانتصار والفوز بالاميرة السمراء البطولة رقم 9. من جديد تعود الكلمة للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. ومن فندق الاقامة هنروح لاهلي الجزيرة والزميلة نورهان طمان. مساء الخير ومساء النصر يا نورهان، طمنينا على الأجواء عندك. مساء الخير يا كابتن، ومساء الخير على كل ضيوفك الكرام في الاستوديو التحليلي للمباراة طبعا المرتقبة. احنا هنا من مقر الرئيسي النادي الاهلي بالجزيره، يمكن نحاول ننقل ليكم الاجواء زي ما قلنا لكم. يمكن في الصباح الباكر تواجد عدد من اعضاء لحجز مقاعدهم امام الشاشات الكبيره، كمان العنصر النسائي كمان متواجد بكثافه جدا، التواجد الجماهيري بشكل عام كثيف جدا منذ الصباح الباكر وحتى الان، ولا زال الاعضاء بيتوافدوا. كمان خلينا نقول انه يمكن قعدنا
شويه، وكانوا يعني وضعوا على عاتق اللاعبين يعني امور كثيره جدا، يعني على راسهم مروان محسن ومادي قفشه، الاثنين كانوا واخدين النصيب الاسد من توقعات الاعضاء هنا في مقر النادي الرئيسي. كمان خلينا نقول انه الاجواء كرنفاليه بشكل كبير جدا، في اغاني يعني شغاله، احتفالات، في يعني اجواء جميله جدا هنا في مقر النادي الرئيسي. خلينا كمان نقول لكم انه كل الناس متفائله جدا ان شاء الله بنتيجه المباراه النهارده. دي كانت ابرز مشاهد هنا من مقر النادي في الجزيره، شكرا لكم جدا وعوده للاستوديو. شكرا جزيلا للزميله العزيزه نوران طمان. ومن اهل الجزيره نروح لاهل الشيخ زايد والزميلة مريم سميح. مساء الخير يا مريم، مساء المكسب إن شاء الله، طمنينا على الأجواء عندك. مرحب بيك يا كابتن أيمن، وبرحب بكل متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يمكن النهاردة اليوم مختلف شوية يا كابتن أيمن، زي ما أنت شايف حواليا وخلفي النهاردة حتى الأعضاء بيتكلموا إن فرع الأهلي الشيخ زايد مختلف عن أي يوم مضى. ديربي القرن او لقاء القمه الناس كلها مستنياه بشكل كبير قوي، كله زي ما حضرتك شايف مختلف الاعمار من كل كبار السن او الاطفال او الجيل الوسط مراهنين على ابطالنا طبعا ورجالتنا في الملعب. كل الناس توقعات مختلفه، يمكن قالوا ان مش هيبقى فيه سكور كبير، ولكن اتكلموا على ان ممكن يكون 3-0 او 4-0 وكمان 3-1 لطبعا نادينا الاهلي النادي العظيم. كمان مراهنين بشكل كبير جدا على المدير الفني واللي بيخوض المباراه الاولى ليه في افريقيا مع النادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني. كمان عايز اقول لك يا كابتن ايمن ان النهارده قطاع الامن بفرع الاهلي الشيخ زايد يعني زي ما حضرتك شايف بيحاولوا ان هم يسيطروا سيطره كبيره جدا، موفرين الاعضاء يمكن اكتر من شاشتين عملاقتين وخمس شاشات في المجمل. كل الناس مجمعه هنا مراهنين رهان كبير جدا على لاعبتنا في الملعب ومتحمسين بشكل كبير قوي في مختلف الاعمار. ويمكن زي ما هكرر واقول تاني ان النهارده الاجواء استثنائيه وحماسيه بشكل اكبر من اي وقت مضى في فرع الاهلي بالشيخ زايد. بشكرك جدا يا كابتن، عوده للاستوديو مره اخرى. شكرا جزيلا لزمايلنا الاعزاء، وتغطيه مميزه جدا كالعاده من قناه النادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي، وطمنا فيها على كل الاجواء في كل هو ما هو متعلق بالنادي الاهلي. وزي ما قلت لكم في البدايه، التفاؤل هو بدايه طريق الانتصارات، وان شاء الله البطوله تكون من نصيبنا.